هذا الملف. ينضم معنا في الاستوديو الخبير القانوني سعد البخاتي. أهلا بك سيد سعد، أهلا بك عبر استديوهات وطن. بداية معك، أهلا بك. بداية معك، كيف تقرؤون التجاوزات التي تطال المؤسسة القضائية والرموز الدينية وآخرها ما صدر من الإعلامي سرمد الطائي عبر القناة الرسمية؟ تفضل. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وإلى مشاهديكم الكرام. اليوم هذه الازدراءات وهذه التجاوزات سابقة خطيرة، ويفترض أن تكون هناك وقفة من الجهات المختصة باعتبار التجاوز على الرموز الاجتماعية والفكرية والسلطة القضائية والعشائرية، ما معناتها تجاوز على مفهوم المجتمع للدولة العراقية. اليوم السلطة القضائية حقيقة في ظرفنا الحالي في التعقيد السياسي أصبحت هي صمام الأمان في وضع مسارات عريضة لحماية النظام السياسي في العراق. فبالتالي اليوم التجاوز على السلطة القضائية تجاوز على النظام السياسي في العراق، واليوم حتى كلمة الديمقراطية والعراق دولة ديمقراطية ركن من أركان الديمقراطية هي السلطة القضائية. لذلك عدم الاحترام والاحتكام والالتزام بالسلطة القضائية ورموز السلطة القضائية ومعنى القضاء أعتقد فيه تداعيات خطيرة وكبيرة. اليوم الإعلام يفترض أن يكون إعلام تقويمي، تصحيح مسارات، لا نقد بناء. اليوم النقد البناء مطلوب، ولكن النقد الهدام تشويه. لذلك تلك التصريحات لا تخدم الوضع السياسي العام ولا تخدم يعني النظام السياسي في العراق. لذلك نتمنى من الجهات الإعلامية والجهات المختصة أن تكون هناك أطر ثقافية لطرح المواضيع أو لطرح الفكرة. طرح الفكرة اليوم نحتاج إلى ثقافة. اليوم حتى قبل أسبوع في أحد القنوات فعلوا قضية قانون الابتزاز الإلكتروني، لعله يدخل من ضمن مضامين هذا الموضوع، من ضمن مضامين هذا القانون. لذلك نتمنى من الإعلام أن يرتقي إلى ثقافة التقويم والتصحيح والطرح البناء وتطوير المجتمع. اليوم كلمة المثقف، اليوم الإعلام لازم أن يكون مثقف. طيب، وكلمة طيب المثقف لازم أن يطور مجتمع. أستاذ سعد، أنت اليوم من موقعك وكخبير قانوني، واليوم إحنا يجب أن يكون صوتنا محايد. نعم. من يجد في الشارع يجدها حرية رأي، وهذا إعلامي وصحفي ويقول الذي يقوله، ويجب على عدم تكميم الأفواه. هذا نعم، ما موجود في الشارع. إثبات الشيء لا إثبات نعم. الشيء لا ينفي ما عدا من نقول أكو حرية للتعبير، لا يعني أن تصل الحرية إلى التجاوز والاستراء على الرموز الدينية، الرموز الجهادية، السلطة القضائية. اليوم قيمة النظام السياسي في كل دولة مبنية على بناء أسس مؤسساتي لابد أن تحترم القضاء. إذا لا يوجد هناك احترام وثقافة نعم، بالتالي يحصل شرقا. اليوم العراق الآن يعني خرج من تجربة خطيرة جدا، تجربة داعش والفكر الذي حمله من النعرات الطائفية. اليوم قضية الأصوات التي لا تعمل على استئصال الفجوة بين المكونات، استئصال الكلام الغير ملائم. اليوم نعمل على وئام، نعمل على استقرار، نعمل على طرح قضايا تخدم المجتمع. اليوم قضية تضامنية، المواطن له الدور، الإعلامي له الدور، المؤسسات المختصة لها الدور. اليوم قانون العقوبات العراقي الرقم 111 لسنة 69 تطرق إلى كثير من القضايا التي تمس بالتجاوز على الرموز، مثل مادة 273 الذي يتجاوز على الحريات والمعتقدات والطقوس وتعطيل تلك الطقوس، لعله يعاقب بالحبس. يقول لك أنا عندي قانون، عندي قانون حق التعبير في الدستور كفله لي، هو القانون 38. التعبير مطلوب، ولكن من يرتقي إلى مستوى التجاوز، مستوى الازدراء من الرموز، هذا طبعا غير تعبير. نعم. طيب كيف، ما هو المطلوب من المؤسسة القضائية والحكومية اليوم لمنع تكرار هذه التجاوزات؟ نعم، اليوم من أمن العقاب أساء الأدب. اليوم كل قضية إذا لا تكون لها أمور جزائية أعتقد تكرر. اليوم قانون العقوبات
نحتاج إلى مواد لا تكون مخففة، لازم تكون مواد مشددة، كأن تكون ليس الحبس يصل إلى أنه لا تكون 3 سنوات، بل تتجاوز 3 سنوات، الغرامة أيضا تضاعف حتى نحد من قضية التجاوزات والإزدراء. اليوم قانون العقوبات لو طبق بصورة صحيحة في بنوده التي تتناول موضوع التجاوز على الرموز والمعتقدات والطقوس، لعله نحد كثير من التصريحات الغير صحيحة والتجاوزات. نعم. على الرموز. طيب اليوم لعله سعد لعله لعله شبكة الإعلام العراقي اليوم قالت إنها منصة إعلامية تمنح الضيف حرية التعبير ولا دخل لها، كيف تقرأ هذا الرد؟ اليوم شبكة الإعلام العراقية شبكة رسمية حكومية، هي جزء من مؤسسة تمتلك الصفة المعنوية، لابد من وجود نظام يخص تلك الشبكة، نظام يحدد ويقيد سواء الموظف والإعلامي والضيف أيضا. بالتالي كل طالما موجود نظام داخلي للشبكة، إذن هناك أطر قانونية، أطر إدارية، أطر لا تتجاوز قضايا مثلا مذكورة بالقوانين الأخرى. لذلك العمل لازم يكون منظم من شبكة الإعلام العراقية إعلاميا. هذا جانب، لعله لا تكفي عندما تزداد هذه الحالات، لعله لا يكفي قانون العقوبات بمعالجة الحال. اليوم قانون مكافحة الإعراب إذا كان الإزدراء بشكل فكري جماعي. نعم. وفكر يعني جنرال فكري. نعم. فبالتالي لعله يكيف وفق مواد مكافحة الإرهاب كما كيف في فترة داعش وفترة الترويج بالضبط. إلى داعش. السيد الخبير القانوني سعد البخاتي كنت معنا، شكرا لك. أهلا وسهلا.